الجفوت لن نبوه وتبريحي من ألم الجواء الفرقة والشوق والسقام حفاني نلصك يا حبيب إياك سمير وانت الطبيب عيل في ظلال نعمك ربيب أنا عشقي لغيرك حرام وفيك شعري يا روح القصيد والله والله وفيك شعري حرام وفيك شعري يا روح القصيد وفيك شعري يا روح القصيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو بتشاهد القناة أول مرة اعمل اشتراك عشان يصلك كل جديد. اليوم سوف نتحدث عن الفنان الكبير عبد العزيز محمد داود. وعبد العزيز محمد داود فنان كتاب مفتوح وتسجيلاته رائعة في جميع الوسائط. احنا يمكن ما حنضيف شيء كتير، لكن برضو بنحاول في صبر اغوار هذا الفنان الكبير. وعبد العزيز محمد داود كتب عنه كتابان. الكتاب الاول هو عبد العزيز محمد داود كتب البروفيسور علي المك. الكتاب الثاني كيف الحياة من غير ليمك كتبه الاستاذ او الدكتور محمد عبد الله الريح. وهما شخصان كانا قريبان أيما قرب من الأستاذ عبد العزيز محمد داود، لكن علي المك صلته كانت أكبر جدا مع عبد العزيز محمد داود، وكتب عنه كتاب يعني يدي مرحلة عبد العزيز في اختيار الأغاني وفي اختيار الألحان في الصداقات في العلاقات الاجتماعية. والكتاب يعني كتبه بروفيسور علي المك في مرحلة بعد وفاة عبد العزيز محمد داود بعام أو بعامين، وكان الكتاب يعني موجود والآن أنا شايف أنه انطبع في المجموعة الكاملة للبروفيسور علي المك. أما كتاب كيف الحياة من غير ليمك كتبه الدكتور محمد عبد الله الريح، وذكر فيه أشياء كثيرة وافقت كتابات البروفيسور علي المك. اليوم احنا ما حنضيف شيء كتير، لكن حنستفيد من الكتابين وحنستفيد ايضا من بعض التسجيلات الإذاعية، بعض التسجيلات اللي كانت موجودة من عبد العزيز محمد داود في الجلسات الخاصة وفي برامج كثيرة. واولا يعني نحن ما حنتدرج بمسيرة عبد العزيز محمد داود، لكن حنخصص 3 حلقات من هذا المحتوى. والمحتوى الأول حيكون عبارة عن مسيرته في البداية وبعض المقارنات اللي ذكرت في مسيرة عبد العزيز محمد داود. وأيضا برضو عشان نحن نستفيد في مسيرة الأستاذ عبد العزيز محمد داود لازم نصطحب بعض الأشياء مهمة جدا اللي هي تأثره بالمنطقة التي نشأ فيها وعمله في السكة حديد، وبعدين مزاج المنطقة اللي كان موجود فيها، وهل هو عبد العزيز محمد داود خطط للمشروع الفني الكبير ده ولا كان عبارة عن محض صدفة. وأهم حاجة حنختار أغاني يعني برضو في مسيرته متنوعة يعني بملحنين كسر، وطبعا أكثر ملحن لحليه مرعي محمد طلال. إحنا اليوم حنبدأ المسيرة دي
وإن شاء الله نتوفق فيها عشان يعني نكون عملنا حراك للتوثيق وكده. فنسمع عمل يكون استهلالي لهذه المسيرة. صباحك مال وحبابك يا فوني مال وعدل صباحك مال وحبابك يا فوني مال وعدل صباحك مال وحبابك يا فوني مال وعدل صباحك مال فقد رأس معلومة بفرد يمين لا شمال وعدل فضاحك معلومة ما دام الحبائب معل بدير ما بشيني كمال وعدل. ولد الفنان عبد العزيز محمد داود في مدينة بربر وهي تقع في ولاية نهر النيل، غير انه ولد سنة 1921 وهو ده القول الراجح وكده. بعدين دخل الخلوة ثم المدرسة النظامية، وفصل من المدرسة يعني لانه غير انه كان بيغني للصغار وكده، وده ما اظن انا سبب كافي انه يفصل من المدرسة. ممكن يكون عبد العزيز ما كان عنده رغبة في الدراسة وكده، او يكون شظف العيش لانه التعليم كان في الفتره دي صعب شويه، ما يزول بيقدر يتعلم لوحده. عمل في التجاره وهو صغير وبعدين ما نجح فيها لانه كان تجاره دايره حزم ودايره ما دايره عاطفه، فكان هو قالوا عطوف وكده، فخسر تجارته في البدايه. ثم بعد ذلك عمل سكه حديد، وفي السكة حديد يعني بدأت تشكل موهبته الفنية. وأيضا قيل إنه يعني في ماموريات السكة حديد زار منطقة كوبوشية وتعرف على بعض فنانين المنطقة، لكن في معلومة برضو وردت إنه قابل عبد الله الماحي. عبد الله الماحي رجع كوبوشية سنة 51، يعني في الفترة دي كان كله عنده إنتاج غزير كده، لأنه عبد العزيز ساعات كان في سكة حديد يعني كان في نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات، فدي معلومة أنا ما بأكدها ولا بنفيها. بعد ذلك يعني عبد العزيز كان بيغني أغاني المنطقة وعمل ثنائي مع التجاني، هو التجاني عثمان زميله في المدرسة، لكن الثنائي ما استمر طويل. عبد العزيز من بدايته بدأ فنان حقيبة، يعني بدأ فنان حقيبة ما بدأ فنان حديث. نحن نستمع لنا عمل من أغاني المنطقة ونجري. دنا بدنا بدونا 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 بدنا دونا بدنا بدونا دونا بدنا بدنا يا سيدي فوق زينا بدونا دونا بدنا بدنا يا سيدي فوق زينا بدونا بدنا. الليلة سرج القبات منجور فوق سيدو بيش العنور، سرج القبات منجور فوق سيدو بيش العنور، فوق سيدو بشلع نور يا رقبة قلب النور. دونا بدونا بدونا دونا بدونا بدونا. طبعا يا اخوانا منطقة بربر دي منطقة كانت منطقة محورية كبيرة جدا، ومدينة محورية كانت بتربط عدد من اغاليم السودان لمنفذ سواكي. وفي عهد الخليفة عبد الله التعايشي هذه المدينة يعني أصبحت مدينة ذات ثقل ومركز، حتى ضم لها مديرية دونغولا، ضمت لمديرية بربر. وفي هذه المنطقة كان في تداخل بتاع عراق وأجناس كثيرة جدا، حتى أهل الشرق كانوا يعني بيجوا في المنطقة.
أنا في الحلقة دي داير أسمعكم حاجة لجسم غريب من المنطقة في اللغة وكده، لكن النغم بتاعه نغم بيبقى لغة، أي زول قدر يطرب له حيطرب له حتما. نستمع لهذه الجزئية ونجري. ذكر البروف علي المك انه يعني اول مره قابل عبد العزيز محمد داود يعني كان سنه 1948، وهو كان شايفه قال قابله اول مره امام السينما الوطنيه في مدرمان، وهو لابس جاكيت واكسكيتا وكادوس وكان لونه نيلي. قال الرجل كان شخصيه غريبة لون نيلي، وقال يعني كان يعني عريض القامة طويل وكذا. بعد ذلك وتعرف على برعي، وكان أول تعامل مع برعي كان في سنة 1951 في مدينة الأبيض، وكانت الأغنية الأولى اللي بتقول زرعوك في قلبي يا ما كسان شجون ورواك من دمي يا الذين العرجون. الأغنية دي طبعا كلمات محمد عبد الله الأمي. نستمع جزئية من هذا العمل. زرعوك في قلبي يا من كسان شجون ورواك من دمي يلا دينا العريون. زرعوك في قلبي يا من كساني شجون من دمي إلا دين العريون. يلباسم الهدي نورك صفع هادي ماذا أقول في سناك بك الدلال عادي ماذا أقول شيئاً فيك بسمع سمح مليحة عجبا فيك قامة وسحراني فيك عيون.
يمتاز الأستاذ عبد العزيز محمد داود بصوت نادر غريب، وأنا ما داير أخش في تصنيفه كده، لكن غيل في الوطن العربي ما كان يشبه صوته إلا فنان واحد في لبنان، واللي هو وديع الصافي. دارين نقدم عمل لوديع الصافي ونشوف الإمكانيات الصوتية لعين وديع ونقارنها بإمكانيات عبد العزيز محمد أبو ونجر عليه. ده بالبيت عالسكت، كنت وحدي هالمساء بالبيت، قاعد لحالي راجع حسابي، عسراج صار وخلص من الزيت، مين عم بدق عبابي؟ سألت حالي قبل ما رديت، صرت استعرض صور أصحاب مرقوا على عيوني بزمان الحب، بدون وعي صفيت حد الباب وتفتحوا مكان عندي قلب، والباب عم بيدق والقلب عم بيدق، والباب عم بيدق والقلب عم بيدق، ايدي عم بترجف بلا أسباب، نص شبابنا شميت، ده باب البيت عالسكة، كنت وحدي هالمساء بالبيت، قاعد لحالي راجع حسابي، عسراج صار خلص من الزيت. كان في المنطقة بتاعت جنوب ألمانيا، النمسا، سويسرا، نوع من الغناء يصدر بصوت وهو زي غناء ريفي، وده غناء قديم جدا جدا، وهو زي غناء الجبل وكذا. فالأمريكان في سنة 1911 يعني أخذوا هذه نوعية الأغاني يعني تكون زي أهازيج للأفارقة الجو من أفريقيا في أمريكا، وهم كانوا أكثر عمال مناجم، عمال في الزراعة وكذا، فكانوا في بدايات يعني الأهازيج أو طريقة هذه الأغاني يعني ملكوها للأفارقة وكذا. طبعا الأفارقة مشهود لهم يعني قوة الصوت وتحكمهم في إخراج المفردات وكذا. فعبد العزيز محمد داود اذا نحن حبينا نستمع له لعمل بدون يعني فرقه موسيقيه، تحس بانه ماخذ هذه الطريقه اللي هي اسمها البودايل ولا حاجه زي دي كده، هذا نوعيه الغناء. احنا حنختم الحلقه دي باغنيه من اغاني عبد العزيز محمد داود، يعني بس صوتية عشان الناس يعني تستمع لهذا الصوت وتأكد كلامنا اللي قلناه عن أستاذ عبد العزيز محمد داود. في الختام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا حبيبا قد تناسى، يا حبيبا قد تناسى، آه يا حبيبا قد تناسى، بعد ما كان وخيا يا نديما يا نديما، ترك الكاس حطاما في يدي، أنا من بعدك، أنا من بعدك وحدي أزرف الدمع سخيم، في ظلام
في ظلام ليس يمحوه سوى نور المحيا. ذاكرا يا هاجري، ذاكرا يا هاجري، عهدا قطعناه سويا، وليال وليال قد طواها الدهر كاللمحة طيا. وليال وليال قد طواها الدهر كاللمحة طيا. يا حبيبي رقم قر بالداري، أصبحت قصيري أبتغي منك وصالا، أفمن عطف علي أم تراني بالتوغ وهما النيل الثريا. يا حبيبي أنا أملي، يا حبيبي أنا مالي، يا حبيبي أنا مالي، صرت بالحب شقيا، كنت أرجوه هناء ونعيما أبديا. عندما كنت تمنيني تمنيني وتشتاق إلي، ثم أدعوك فتلقاني إذا الوقت تهيئ. كان حلما يا سيدي، كان حلما يا سيدي، كان حلما، فانطوى شيئا فشيئا. يا حبيب النفس عود لي، فالهوى ما زاد حي. والربا الخضراء مثل الأمس تدعونا، فهيا.